التقينا آخر فترة كانت الحفلة مال رأس السنة. صحيح. صح. ما شاء الله علينا، كان وجهنا حلو. لا الحمد لله، احنا خلصنا رأس السنة، أمورنا طيبة، أمورنا طيبة. بس كيف شعورك؟ كيف تغيرت الحياة؟ يعني خلينا أقول لك أنا كيف حياتي تغيرت بعد ما صرت فنانة. أحس أني مرتاحة أكثر. صح. أحس أنه كل يوم أصحى الصبح أسوي الشيء اللي أنا أحبه، وأحس أن حياتي صارت كذا فيها أكثر بلسنج، فيها أكثر ما أعرف حب من الناس. صح. صح؟ أنت إيش شعورك؟ شعوري حلو، يعني من ناحية الفن. صراحة مثل ما قلتي يعني أكو ناس من الشوف تعليقها، من الشوف حكيها الحلو، وانت استوك صاحي من النوم صراحه تتفائل، تحس الدنيا لسه بخير. صح صح. ودائما يقولون الواحد لما يسوي الشيء اللي يحبه يصحى من النوم مستعد انه يسوي شيء هو يحبه. انا بالنسبه لي زوجي دائما يقول لي انا عارف انه انت تحبيننا وتحبين العيله، بس انا ما اشوفك في اسعد حالاتك او ما تحبين شيء زي ما تحبي المسرح. انت تعرف يعني انا لما اكون على المسرح اكون أحس أني أنا على قمة العالم. تعرف الشعور؟ هذا الشعور يجنن. أنت كمان؟ طبعاً. أوكي، يعني مو لا لا لا، الشعور من توقف أمام جمهورك صراحة أنا أحلى الشعور. صح. يعني مثل ما يقولون قلبي يصير هالكبرى. صح. انتظار. أي طبعاً. والحماس لما يستقبلون. بس داني رغم أنت واجهتي هواي معاناة، يعني في البدايات قصتك؟ في البدايات، وكانوا ما موافقين. لا، في شوف في جانب يعني من العائلة، أكيد أنا بالنهاية سعودية من الجنوب، وعوائل الجنوب عوائل محافظة، ففي ناس كانوا ضد وناس كانوا مع وناس كان ما يفرق.